كيف تطورت المناطق الزمنية؟ وما هي أغرب مناطق التوقيت المحلي في العالم؟ لقد عانينا جميعنا في أول مرة أو أكثر من مشاكل اختلاف التوقيت من مكان لآخر، وربما واحدة من أولى المشاكل تظهر عند متابعة القنوات التلفزيونية من بلدان أخرى. فأنا أتذكر تماما أثناء مراهقتي المشكلة الدائمة بمحاولة متابعة أي برنامج على قنوات تعتمد التوقيتات الخليجية مثلا، وبالأخص قنوات MBC2 ودبي وان. فعندما كنت أخطط لمشاهدة برنامج ما وبالأخص في الشتاء، كنت غالبا ما أجد نفسي متأخرا أو حتى بعد انتهاء ما أريد مشاهدته أصلا. كانت المشكلة بالطبع هي اختلاف الوقت، ففي الشتاء مثلا في التوقيت المحلي في سوريا هو GMT زائد 2، أي توقيت غرينتش زائد ساعتين، بينما توقيت السعودية هو توقيت غرينتش زائد 3 ساعات، وتوقيت الإمارات العربية المتحدة هو توقيت غرينتش زائد 4 ساعات. وفي حال كنت تسكن في الجزء الغربي من المنطقة العربية فالأمور ستكون محيرة أكثر. على أي حال، فالأمر احتاج لبعض البحث سابقا لأفهم طبيعة المناطق الزمنية وخصوصا الغريبة منها. وهدفي هنا هو محاولة إيصال سبب وجودها وآلية عملها، بالإضافة لبعض الأمثلة عن أغرب المناطق الزمنية في العالم. من أين أتت التوقيتات المختلفة للمناطق الزمنية؟ قبل حوالي 200 عام من الآن كان الأمر مختلفا بشكل كبير عن اليوم، فمع أن الوقت كان مهما حينها بالطبع وتقسيمات اليوم كانت مماثلة لحالها الآن، فالتوقيتات المحلية كانت مختلفة بشدة ومتباينة حتى في الأماكن المتقاربة من بعضها البعض. فالتوقيت الشمسي كان أساس كل شيء، حيث كانت الساعة 12 ظهرا توازي وقت أعلى مكان للشمس في السماء، وباقي اليوم مقسم حسبها إلى 24 ساعة، 12 منها بعد الزوال و12 أخرى قبل الزوال. هذا النوع من التوقيت لم يكن مشكلة في تلك الحقبة بالطبع، فقد كانت التنقلات تتم بالمشي أو بالعربات التي تجرها الخيول بأفضل الحالات، وكانت الرحلات من الممكن أن تمتد لأيام حتى من مدينة إلى أخرى، بحيث أن فرق التوقيت لم يكن مهما حقا أو ذا تأثير حقيقي. لكن التطور اللاحق وبالتحديد تطور المواصلات جعل فروق الوقت أمرا مزعجا جدا وغير مناسب لطبيعة العمل، حتى مع انتشار السكك الحديدية وتحول القطارات لواحدة من أهم وسائل النقل حينها. أول توقيت رسمي تم وضعه في التاريخ المعروف هو توقيت غرينويتش مين تايم، أو اختصارا GMT، والذي يعد المرجع الأساسي للتوقيت اليوم. وتم تحديد هذا التوقيت سنة 1675 عندما بنى المرصد الملكي في غرينتش على طرف مدينة لندن حينها، لكن التوقيت كان خاصا بالمدينة وحدها وكان لا يزال خاضعا للتوقيت الشمسي في الواقع، مما على أنه لم يقدم أي فائدة حقيقية للمشاكل التي ستأتي لاحقا. في بداية القرن التاسع عشر كانت المحركات البخارية قد ظهرت، وفي سنة 1807 تم تسيير أول رحلة خطوط حديدية لنقل الركاب في بريطانيا بعد 3 سنوات فقط على أول خط حديدي تم بناؤه. وبمرور السنوات انتشرت الخطوط الحديدية في كل مكان، وباتت تمتد لمسافات أطول وتستخدم على نطاق أوسع سواء لنقل الركاب أو لنقل البضائع. ومع كون التنظيم أمرا أساسيا في هذا المجال، كان لابد من توحيد التوقيت للأماكن القريبة من بعضها جغرافيا. وبالطبع، فمع كون بريطانيا كانت الأولى مع توقيت رسمي ومكان بداية الخطوط الحديدية أصلا، فأول منطقة زمنية كانت ضمن الجزيرة البريطانية، حيث اعتمدت شركات السكك الحديدية توقيت غرينتش بشكل موحد سنة 1847، ولاحقا أصبح التوقيت هو التوقيت الرسمي للجزيرة البريطانية بأكملها سنة 1880. على أي أساس تم تقسيم المناطق الزمنية؟ المبدأ الأساسي لتقسيم المناطق الزمنية هو بالطبع خطوط الطول الخاصة بالأرض، فالأرض مقسمة إلى 360 درجة، كون مقطعها دائري الشكل والدائرة مكونة من 360 درجة. ومع كون اليوم مكونا من 24 ساعة، فكل ساعة تساوي 15 درجة من خطوط الطول.
لكن هذا الأمر كان ليكون في الحالة المثالية بالطبع، وكوننا لسنا في حالة مثالية فالتوزيع يختلف بشكل كبير عن مجرد خطوط الطول فقط. التوزيع الحالي لخطوط للمناطق الزمنية يعتمد بشكل كبير على خطوط الطول، لكنه يعتمد على العديد من العوامل الأخرى مثل الارتفاع عن سطح البحر والحدود الخاصة بالدول وحتى العلاقات الاقتصادية والسياسية في بعض الحالات. وهذا الأمر تسبب بالعديد من الحالات الغريبة، حيث تكون المناطق الزمنية مختلفة عما هو متوقع وأنها تبدو خاطئة حتى، وهنا سنذكر بعضا من هذه الحالات المثيرة للاهتمام. أغرب حالات المناطق الزمنية. حالة الصين، منطقة زمنية واحدة لبلد بأكمله. ربما يعرف الجميع أن الصين هي أكبر بلدان العالم من حيث المساحة، كما أنها واحدة من الأكبر مساحة كذلك، مع حدود تمتد من أفغانستان غربا حتى البحر الأصفر شرقا، مما يجعل البلاد ممتدة ضمن 5 مناطق زمنية متباينة في الحالة المثالية. لكن كما قلنا سابقا، فالحالة المثالية غير موجودة ولا يوجد مثال أفضل لتأثير السياسة على المناطق الزمنية من حالة الصين. نظريا يفترض أن تمتد الصين في المناطق الزمنية من GMT+5 حتى GMT+9، لكن التركز السكاني والاقتصادي وبالطبع السياسي في المنطقة الشرقية من الصين جعل الحكومة الصينية تفرض توقيت بكين GMT+8 على كامل البلاد. وكما هو متوقع فالأمر ينتج ظواهر غريبة للغاية، فالمناطق الغربية في الصين يتأخر شروق الشمس فيها أحيانا حتى الساعة 10:17 صباحا، ولا تنتصف الظهيرة حتى الساعة 23:10 ظهرا، مما يتسبب بتأخير يوم العمل بالتالي في العديد من المناطق ليبدأ من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء، بدلا من يوم العمل المعتاد من 9 صباحا حتى 5 بعد الظهر. هذا الأمر يتسبب بمشكلة أخرى، هي اختلاف التوقيت بين طرفي الحدود، فبينما يكون الاختلاف ساعة واحدة في حال وجوده عادة، فقطع الحدود بين الصين وأفغانستان يعني فرقا زمنيا هو 3 ساعات ونصف، كون أفغانستان تتبع توقيت GMT+4 ونصف، وهو واحد من أكبر الفروق الزمنية الموجودة بين بلدين متجاورين في العالم. المناطق الزمنية التي لا تعتمد أقرب ساعة. مع التقسيم المعتاد للمناطق الزمنية، فمعظم المناطق الزمنية تعتمد التقريب لأقرب ساعة لتوقيتها الرسمي، بحيث يكون التحويل بين توقيتها وتوقيت البلدان الأخرى أبسط ما يمكن بإضافة عدد صحيح من الساعات. لكن هذه القاعدة تمتلك بعض الحالات الشاذة أيضا، فبينما معظم البلدان تلتزم بها، هناك عدة بلدان مثل فنزويلا وإيران وأفغانستان وسريلانكا والهند وبورما تستخدم توقيتات مقربة لنصف ساعة. فتوقيت إيران هو 3 GMT+3 ونصف، بينما توقيت فنزويلا هو GMT-4 ونصف. الأمر يصبح أغرب حتى في أستراليا، التي على الرغم من مساحتها الصغيرة نسبيا مقارنة ببلدان مثل الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تمتلك 8 مناطق زمنية متميزة لتكون واحدة من الأكبر في العالم بعدد المناطق الزمنية. تسبقها روسيا التي كانت تمتلك 11 منطقة زمنية مختلفة وتمتلك 8 حاليا. الأمر لا يتوقف هنا، بل أن 4 من هذه المناطق الزمنية مقربة لأقرب ساعة، بينما الـ4 الباقية مقربة لأقرب نصف ساعة. ومع أن 3 من المناطق الزمنية الخاصة بأستراليا تتبع للجزر البعيدة عنها والتابعة لها، فالجزيرة الأساسية مقسمة إلى 3 مناطق رئيسية، GMT+8، GMT+9 ونصف، وGMT+10. لكن في الصيف ومع التوقيت الصيفي تمتلك أستراليا 5 مناطق زمنية، GMT+8، GMT+9 ونصف، وGMT+10، GMT+10 ونصف، وGMT+11. وإن كانت المناطق الزمنية التي تقرب إلى أقرب نصف ساعة غريبة كفاية، فهناك حالتان أغربهما بورما وجزر شاثام التابعة لنيوزيلندا، حيث أن كل منهما تعتمد توقيتا رسميا مزاحا بمقدار 45 دقيقة عن المناطق الزمنية الأقرب إليها. المناطق المجاورة لخط التأريخ العالمي. خط التأريخ الدولي هو الخط المناظر تماما لخط التوقيت المار من غرينتش، أي أنه من المفترض أن يكون على خط طول 180 وبشكل مستقيم تماما، لكن الأمور مختلفة جدا هناك، والخط يبدو كمجرد خربشة فقط
لا كخط مستقيم، فمع أن المنطقة التي يمر منها هي منتصف المحيط الهادئ والتي يفترض أنها خالية من الدول، فوجود العديد من الجزر الصغيرة المستقلة هناك يعني انعواجات غريبة وتوقيتات غير متوقعة حتى. أغرب الحالات تظهر في جزر لاين التي تقع في المحيط الهادئ والتي تستخدم توقيت GMT زائد 14، ولو أن التوقيتات من المفترض أن تمتد من ناقص 12 حتى زائد 12 كحد أقصى، مما يجعلها أول بلاد تمر عليها الأيام في الواقع وتحتفل بالعام الجديد قبل غيرها. الأمر الأغرب هو معرفة أن هذه الجزر تقع على نفس خط الطول الخاص بجزر هاواي التابعة للولايات المتحدة، لكن استخدام جزر هاواي لتوقيت GMT ناقص 10 يعني أن المنطقتين تمتلكان نفس التوقيت، لكن جزر لاين تتقدم بيوم كامل عن هاواي وتتقدم ب 26 ساعة عن جزيرة بيكر الأمريكية غير المأهولة. حالة جزر لاين لم تكن دائما كذلك، بل نتجت في الواقع عن كونها هي وجزر أخرى مجاورة، هي جزر جيلبرت التي كانت تابعة للتاج البريطاني وجزر فينيكس التي كانت كما جزر لاين تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن في سنة 1979 استقلت دولة كيريباتي عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتخلت الولايات المتحدة عن جزر لاين التي أصبحت جزءا من دولة كيراباس. هذا الأمر خلق مشكلة في العلاقات التجارية بين الأرخبيلات الثلاث، فجزر جيلبرت التي كانت تستخدم توقيت GMT زائد 12، بينما تستخدم جزر فينيكس توقيت GMT ناقص 11، وتستخدم جزر لاين توقيت GMT ناقص 10، مما كان يعني أن العمليات التجارية تتم في 4 أيام في الأسبوع فقط نتيجة فقدان يوم إضافي بسبب فرق الوقت. لذا تم تغيير التوقيت في جزر فينيكس وجزر لاين إلى GMT زائد 13 وGMT زائد 14. على أي حال، فالتغيير الأحدث على خط التوقيت العالمي ليس ما سبق، بل يخص دولة ساموا المكونة من جزيرتين من أرخبيل ساموا، الجزيرة الثالثة تتبع للولايات المتحدة بشكل غير مباشر. ففي سنة 1892 تمكن التجار الأمريكيون من إقناع ملك ساموا حينها بالانتقال إلى توقيت GMT ناقص 11 متأخرا 3 ساعات فقط عن كاليفورنيا الأمريكية لتحسين التجارة مع الولايات المتحدة، لكن مع السنوات تغيرت العلاقات التجارية للجزر لتصبح متركزة مع دولة أستراليا ونيوزيلندا، وفي سنة 2011 تم تغيير التوقيت الرسمي مجددا إلى GMT زائد 13 بحيث تكون الجزيرة في نفس اليوم مع البلدين. ماذا لو استخدم العالم بأكمله نفس التوقيت؟ مع كل هذه المناطق الزمنية المختلفة والصداع الذي تسببه لمن يحاول تتبعها، ففكرة الانتقال بشكل عالمي إلى توقيت موحد قد تبدو فكرة جيدة للوهلة الأولى، لكن نظرة أعمق بقليل للأمر تجد المشكلة الأساسية في الأمر. لازلنا نستخدم التوقيت الشمسي في الواقع ونربط كل توقيتاتنا به، فنحن معتادون على أن العمل يبدأ من الساعة 8 أو 9 مثلا وينتهي في الساعة 4 أو 5، لكن الأمر لن يكون مناسبا بالطبع عندما تكون الساعة 9 صباحا تعني منتصف النهار في سوريا، وبذات الوقت تعني المغرب في الصين ومنتصف الليل في كاليفورنيا. توقيتنا الحالي مزعج بالتأكيد، لكن أيا من مشاكل التوقيت لن يتم حلها في حال اعتمدنا على توقيت موحد. فشئنا أم أبينا، في كل لحظة من اللحظات تكون المناطق المختلفة من الأرض ضمن فترات زمنية مختلفة. وعلى الرغم من أن المناطق الزمنية المختلفة مزعجة عند التنقل بينها أو تعديل المواعيد تبعا لاختلافاتها، فهي تبقى خيارا أفضل من أن يكون وقت الذهاب للعمل هو منتصف الليل حسب التوقيت الرسمي.